مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناه شوف تيفي. ونبداه إذن بقراءه في العناوين. وزاره الوظيفه العموميه تعلن عن مواقيت العمل خلال شهر رمضان الابرك، وقضيه الشيشه بالمنتخبات الوطنيه تتصاعد. وضمن النشرة روبورتاج عن الأستاذ المعجزة. أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة اليوم الخميس أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح بلاغ الوزارة أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه ستمنح الموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة. وإلى خبر آخر، وفي وقت تقترب فيه امتحانات البكالوريا، يقوم أغلب التلاميذ بالبحث عن طرق تساعدهم على المساعدة في المراجعة والحفظ، ولعل أبرز الطرق هي ساعات إضافية عند أساتذة لديهم دراية وخبرة في إعداد التلاميذ لهذه الامتحانات. الأستاذ المديم مليار نموذج أستاذ شاب لقب بالمعجزة، نتعرف عليه في روبورتاج عن قناة شوف تيفي، نتابع. مهدي منيار الأستاذ المعجزة، لم يتعد سنه 20 سنة واستطاع أن يتفوق على الأساتذة من ذوي خبرة تضاعف سنه. يلقن دروسا إضافية على الأقل 200 تلميذ ويضمن نجاح تلاميذه بنسب تتعدى 90%. السر في استقطاب التلاميذ هما النجاحات ديال السنة الماضية، واللي كانت نسبة النجاح 100% رغم العراقيل التي تواجه التلاميذ في المعدل الجهوي. كان واحد التلميذ عنده 1.98 في الجهوي وتمكن من النجاح بفعل مجموعة من المجهودات اللي قمت بها أنا وياه، والحمد لله ما خيبهمش الله، وكان نسبة النجاح 100%. خاص الأستاذ خاصو يتواصل مع التلاميذ ديالو وخاصو يحاول يفهم المشاكل ديالو ويوقف معاهم ويحاول يحل معاهم المشاكل ديالو، هادشي قبل ما يقريهم. والسير الثاني كاين في يعني كنحاول نوصل كنبسط لهم الدروس وكنحاول نوصل لهم المعلومه بشكل صحيح ونحاول نوقف معاهم حتى يجتازوا الامتحانات ديالهم، والحمد لله كيكون ناجح. حب المهنه جعل الاستاذ الشاب مهدي لا يأبه بالصعاب، بل ويصر على تحديها في سبيل مصلحة تلاميذه الذين ضحى من أجلهم بعشرات الملايين وجعل طموحه في نجاحهم ونجاحه في تألقهم. مريت بالعديد من المراحل، يعني في البداية كاينين شي ناس كيعاونوك شي ناس ما كيعاونوكش، يعني أنا كنت كنلقى مشكل ديال السن، يعني بزاف ديال المدارس ما كانوش كيبغيو يستقبلوني على السن ديالي، على حساب السن ديالي، مع انا خديت شهاده البكالوريا ديالي خديتها باقي صغير عندي 16 عام، وخديت لا ليسونس ديالي عندي 19 عام، ولكن الحمد لله ربي مني الانسان كيشوف الخدمه ديالك وهادشي يعني ما بقاش عندي هذا المشكل ديال السن، والحمد لله قدرنا هاد المهنة أنا كنحبها. قبل من نخدم فيها أنا كنبغي هاد المهنة، والحمد لله مني كتكون باغي شي حاجة وكتكون خدام فيها راه ربي كيوصلك. ما خاصني ما كنشوفش المصلحة ديالي، خاصني نشوف المصلحة ديال التلاميذ. تعرضوا عليا فلوس وفلوس كثيرة، ولكن الحمد لله هذاك الشيء اللي عطاه لي الله سبحانه وتعالى أنا قانع به، ما يمكنش لي نبيع راسي ولا نبيع التلاميذ على قبل. كان عندي 4 الجهاو، تجي عنده بحال شي تليفون تيكون عندو اناقشه و تتشارجي صافي، ماشي ديرش فيه بحال هكا شيش عندو عطاني واحد الشحن وليت بخير. الجهاوي كان فيه 2.79 وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالخدمه ديال الاستاذ المهدي تمكننا يعني نحقق النجاح. يعني هذا الاستاذ هذا اللي لقينا عنده شي حوايج اللي ما لقيناش في عند الاستاذ، هاد الاساتذه اللي يعني في المدارس العموميه. مهدي وتلاميذه قصه نجاح وجب الوقوف على حيثياتها وعلى فشل منظومه التعليم الذي حاول الشاب اصلاحها وتضميد جراحها. انا الحلم ديالي هو كل سنه تكون نسبه نجاح 100%،
هذا هو الحلم ديالي مع التعليم. وإلى الشأن الرياضي، حيث قال المحلل والإعلامي الرياضي محمد المغودي إن ظاهرة الشيشة ليست بجديدة داخل المنتخبات المغربية، مضيفا أن مرحلة بدو الزكي تبقى الوحيدة التي عرفت نهاية للانحلال الأخلاقي للاعبين المحترفين، الشيء الذي عجل برحيله بعد تقديم شكايات متعددة للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نستمع لتصريح محمد المغودي لقناة شوف تيفي. أولا، من هذا الظاهرة ديال الشيشة داخل المنتخب المغربي كانت منذ زمن بعيد داخل المنتخب المغربي، ويمكن نقول ان المرحله الوحيده اللي ما كانش فيها هذا التعاطي ديال الشيشه وهذا الانحلال الاخلاقي هي المرحله ديال الزكي. وكنعتقد ايضا ان هذه كانت هي من العوامل اللي خلت مجموعه من اللاعبين يشتكوا من الزكي، لانه كان فرض الاحترام والقيام داخل المعسكرات ديال المنتخب الوطني المغربي. التوضيح الثاني هو ان ما وقع اللاعب ديال المنتخب المغربي لا يعتبر في يوم عطله، لانه كان هو يوم الاستراحة داخل معسكر المنتخب المغربي، بمعنى أنه محسوب على المعسكر ديال المنتخب المغربي. المؤلم ماشي هو السلوك ديال اللاعبين، السلوك ديال اللاعبين سلوك طائش مستفز الأخلاق في استهتار بالنشيد الوطني وبالعلم الوطني، ولكن المؤلم أكثر هو الموقف السلبي ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ونختم بالخبر الفني، حيث عبر الفنان المغربي محمد الجم في تصريح له لقناة شو تيفي عن استغرابه الكبير من تغييبه من المشاركة في الأعمال الرمضانية على القنوات المغربية في السنوات الأخيرة. نستمع لتصريح الفنان محمد الجم لقناة شو تيفي. دابا هذا رمضان الرابع ما شاركتش في سلسلة، من بعد ما شاركتش هذاك السيد كون ديال ما شاف مارا، هذه دابا 4 سنين 2012 إلى يومنا هذا لم أشارك في أي مع أنني قدمت بعض الأعمال التلفزيون، ولكن في إطار داك الشيء ديال لابيل دوف ديك البدعة اللي هنا ما كشفش لينا أننا نكونوا من المحظوظين أننا نختار لنا العمل، سيرتو أنني قدمت عمل اللي أنا اللي مصيبو، أنا اللي موقعو بسبب ديالي، وتقدمت أعمال أخرى في الاسم ديالي كشارك كمشارك، ولكن للأسف على أنه ما كتبش. أنا بالنسبة لي ما عرفتش عن السبب، قلت لأنه هذا الشيء كيبقى راجع لهذا الشيء اللي تصير التحملات اللي ولا وهذا الشيء اللي ولا، ثم كتبقى دائما الصلاحية كلها للجنة اللي هي كتشرف على دراسة المشاريع. أنا ما كنشكش في النزاهة ديال اللجنة، وما كنشكش في كفاءتهم بطبيعة الحال، لأنهم ناس كنعرفهم كلهم بالأسماء ديالهم، أنهم ناس عندهم ضمير وكيحبوا اللجنة، ولكن كتبقى شي علامة استفهام إلا ملي كتشوف مثلا بعض الأعمال اللي كتكرر، وكتلقى بعض الأسماء اللي كتعاون، وكتلقى بعض الشركات اللي هادشي ولا محبس عليها هي نفسها اللي كتشتغل كل سنة، كتبقى التساؤل، وهذا تساؤل مشروع. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الحصاد اليومي، قدمناه لكم من قناة شوف تيفي. شكرا على تتبعكم، وإلى فرصة قادمة بحول الله.